البلد في وضع يعني انا معلش انا البلد في وضع مش مش مش, مش تمام خالص. البلد في وضع مش تمام. يعني انا على سبيل المثال معدي دلوقتي من وسط البلد جاي من مدينه نصر دلوقتي معدي من وسط البلد معلش انا مش عايز اخش في كذا نقطه. انا معدي من وسط البلد دلوقتي ايه وسط البلد عليها حصار مشدد مشدد شوف بمعنى كلمه مشدد. جيش وشرطه محاصرين ميدان طلعت حرب من اول طلعت حرب لحد شارع سليمان باشا علشان ايه ده كله؟ الجيش مكانه فين؟ معلش انا عارف ان انا دخلت في نقطه قصه بعيده عن النقطه اللي انتوا بتتكلموا عنها. انا حزين على البلد. انا حزين على البلد حزين وحزين على المعتقلين حزين على الاغتصابات حزين على حاجات كتير. انا واحد من الناس بنزل كل يوم ادور على شغل مش لاقي شغل. رحت وزاره القوى العامله النهارده عشان اقدم على شغل قالوا لي الشغل اللي موجود حاليا في البلد 550 هنبعتك على فندق سياحي عشان السياحه اتضربت خلاص 550. طب انا عايز اعرف حاجه معلش سامحني انا معلش انا اسف فين 30 يونيو اللي قالوا عليها ثوره فين 30 يونيو؟ معلش انا عارف ان انتوا نازلين بتتكلموا على حاجه ثانيه سامحني لو انا دخلت في حاجه ثانيه. فين 30 يونيو؟ فين اللي هي تسلم الايادي فين هم؟ القطاع نور بطاله اتفاق اسعار السياحه وقفت مصانع مغلقه ماشي رئيس وزراء فاشل ماشي هم كانوا بيقولوا على حكومه هشام منديل الوحيد اللي كان شغال في حكومه هشام منديل هو يمكن بس معوده. طب الحكومه الحاليه فين؟ لما النظام الحالي يطلع من 3 4 ايام يقول لك انا كلفت رئيس الحكومه لمده 3 ايام من قطاع النور. طب هو قطاع النور بيزيد كل يوم. انا ما فيش محل في مصر لما بعدي من قدام محل والاقي اللي هو بتاع المولد ناس ما خدتش تأمين. الشعب المصري مع احترامي انا واحد من الشعب انا عايز الشعب المصري فوق اكتر من كده شويه. وللاسف الشديد الشعب المصري ما اتعلمش ديمقراطيه ما اتعلمش ثقافه ما يعرفش يعني ايه ديمقراطيه ما يعرفش يعني ايه سياسه معلش ما يعرفش يعني ايه سياسه. عشان كده مصر بشعبها عمرها ما تطلع لقدام. مصر وخصوصا اخر حاجه وخصوصا بتولي الحكم العسكر مصر بترجع 50 سنه لورا. معلش انا بعد